خليناها في الجزء السابق من اللي روعة. أخذت عصا من باسل ودارت لي الإسعافات الأولية في الفندق وسولته أشنو درتي لباسل. قال ليها أنا ما درت لي والو، أنا منافس ديالو في الخدمة، ومن اللي خسر واحد الصفقة دار لي هكا، ماشي غير أنا، هو راه أكبر قتال في البلاد، ما كيرحم حتى واحد، ولكن كيقتل غير الأبرياء. قالت لي روعة هي مصدومة من الخبر اللي سمعت. لا ميمكنش، ولكن واش عائلته كاملة هكاك؟ قال لي هلا غير هو، ولكن بين فيه كيبغيك. قالت لي شنو؟ ولكن انت اش كتقول؟ قال لي ما شفتيش كيفاش كيشوف فيه؟ كون واحدة اخرى اللي دخلات قبيله كون قتلها هي الاولى عاد انا. قالت لي مستحيل، ولكن علاش ما مشيتيش المستشفى؟ قال ليها يمكن دار معايا الخيب، ولكن هو مازال صغير. قالت لي انت قلبك كبير بزاف وبين فيك ظريف. قال لها عصام نعتبروها مجامله، وبقى كيضحك. قالت لي كيف ما بغيتي، مهم انا غنمشي دابا. قال لها لا بقاي، مراتي غتجي دابا ومنها نوريك المرأة اللي انقذت حياتي. سمعوا الباب تحل ونطق ها هي جات. روعة دارت وتلقات الصدمة عمرها اما ما حياة هذه. قالت لها حياة روعة؟ قال لها عصام واش كتعرفي هذه؟ هذه هي روعة بنتك. روعة قالت واش تزوجتي مرأة اخرى؟ وهاد الولد واش ولدو؟ هضري. قالت لي حياة بنتي ما تدخليش الله يهديك. روعة واو مدام حياة ولات كتقول لي بنتي اش نطرا؟ قالت لي وانتي اش نطرا حتى وليتي كتهزي صوتك على ماما؟ قالت لها روعة فين هي ماما؟ فين هي ماما؟ هضري. وبدات كتعيط بهستيرية، ماما اجي ماما فينك اجي بين لي نشوفك، 24 عام ما شفتك اجي عافاك. هو يقول لها عصام بنتي الله يرضي عليك اش هادشي كديري في راسك؟ قالت لي روعة انت بالضبط سكت ما تدخلش، انت ما يمكنش تكون في بلاص بابا، فهمتي؟ مستحيل واحد في حاله يكون في بلاصتو، وحتى وحدة في حالها ما يمكنش تكون ام. حياة قالت لها روعة وزيت صرفقها. روعة قالت لها شتي اش وقع بسببك هادشي كله ملعوب؟ قال لك باسل كيبغيني، نقول هو اللي جابك حتى هو داخل في اللعبة عليها، ما قتلكش ياك ما نتوما بزاف تستاهلوا تكونوا ممثلين، وحياة دير لكم اخراج راه عندها مع الافلام، كون غير ديك الرصاصة اللي في يدك تخشى في قلبكم بجوج ولا في قلبي انا غير ارتاح. حياة قالت لها شنو الرصاص؟ ومشات كتجري عنده. انت بخير حياتي ما وقع لك والو ياك؟ حسات روعة بالموت باباها من جديد، خصوصا من اللي حياة ما تسوقاش ليها ومشات كتجري عند عصام اللي الله بان في حياتها. قالت لماماها تبارك الله عليك دعي انت حسن. قالت لها حياة روعة اش هالطريقة باش كتهضري معايا؟ ويقول لها عصام الله يرضي عليك بنتي، ما كيحلوش الناس المشاكل هكا. روعة قالت لي اولا انا ماشي بنتك، ثانيا انا ما عندي حتى مشكل باش نحلو، فهمتي؟ وهي تقول لها حياة هكا يا بنتي السوار سيري للدار نجيو نهضرو. قالت لها روعة حياة شتك حنيتي عليا كي درتي ليها مع غمزة؟ ودارت ابتسامة استهزاء وخرجات. مشات للدار كتسنى فيهم حتى جاو باش تستفسر اشنو وقع. روعة قالت لهم عجيين فين كنتو بسلامة ياك ما كنتو كترومون صوم من عادتك حياة؟ قالت لها حياة روعة زبرت تقودي لبيتك ونهرس لامك تحركي. روعة قالت لها قلبت الفيستا صافي عندك جوج وجوه. هو يقول لها عصام صافي هذيك البرهوشه احترمي راسك ولا خرجات اني تيسع. روعة قالت ليه دخلناهم يتعشاو ويقسمون معنا اللحم. عصام هز يدي حتى للسما وضربها العين زراقت في البلاصه حتى غوتات بحر جهدها تسمع صداها في الدار كامله. قالت لها حياه هادشي علاش كنتي كتقلبي؟ يلا كمدي هذا بنتي اللي قلبتي عليه. قالت لها روعه انتي راكي ماشي ام، فهمتي؟ ماشي ام وانت والله حتى غادي ندمك وغنمشي عند البوليس. البوليس زعما كيخلعوني انا؟ لا لا زوينه راكي غالطه. هي الزدو عاودها الحنك الاخر ما تستوعبت شنو طرا، كان شبع فيها التصرفيق والتصرفيق وجهها كامل ماشي غير حناكها، وجهها ولا بحال التربيه التشكيليه تخلطات خنونه مع الدم مع الدموع. نخليكم تخيلوا المنظر. ما كملش هو اشنو بدا حتى شداتها حياة كتنتف وتقول ما تنتف ريشاتها مزيان بحكم انها ما مربياش وكترد الهضره اللي كبر منها. نبقاو واحد يلوح الواحد وهي كتغوت وسطهم حتى سخفوها عاد طلقوها
كان وجهه كله مخلط بالدم وزلوقية المنظر، كان كيخوف. عصام قال لها حياة تتسدي عليها من اليوم، ما تخرجش من بيتها حتى تربى مزيان، فهمتي؟ قلت لي حياة واخا هي اللي ما تعاودش حياتي. خلات روعة غير مصدومة من هضرتها، جراتها من شعرها ومع كانت مهدودة ما قدرت تدير حتى حركة ومستسلمة للواقع، لاحتها في الأرض كالكلبة وسدت عليها الباب بالساروت ومشات حياة هكا ساروتها أحياتي ودارت لها ابتسامة. دا الشهر على الكمال دخل بعجاجته كيف العادة جاعر وكيغوت. عصام فينك أول العاهرة؟ خرجت عنده حياة. نعم ولدي لما تقلب. باسل قال لي على داك تامل دير عصام بغيتو دابا ونحرق بوها هاد الدار كاملة، يلا تحركي كلمي. وهي تقول لي حياة ولكن راه ما كاينش دابا في الدار، وعلاش كتقلب عليه؟ اش بغيتي عنده؟ قال لها باسل بغيت نكويه حيد يتقود يطلع قلب بيت في بيت تلقاها قدامه قلبها ويهرس كل شيء. جا في طريقه حتى لقى واحد الغرفة كانت مسدودة، دار شاف فيها ونطق وهو مخبي هنايا. حياة لا ما كاينش تما، كاين غير بنتي حمقى وحنا سادين عليها. ويقول لها باسل حركي جيب لي الساروت يلا نبرة حادة تحركي. تقول لي حياة ولات غير كتقفقف، خصوصا عصام معود لها عليه، ومشات جابت لي الساروت حل الباب بانت ليه مرمية في الأرض وملامحها ما بقوش كيبانو بقوة الضرب والعصا اللي كلات. قدم ناحيتها ركابيها فاشلين عليه، حس بإحساس غريب خصوصا من اللي عرف باللي روعة اللي قدامه. غير وصل حداه هبط تقلب فيها دور لها وجهها خاف هتكون ماتت. احتشهق من المنظر خاصة من اللي لاحظ عينيها مريض منفوخين وزرقين والدم قطر من نيفها وفهمها. حط لها يدي على قلبها لقاها كيضرب، عاد رجعت فيه النفس صرفقها جوج ترفيقات باش تفيق. من اللي ملقى حتى ردت فعل منها ناض بلا عقل. باسل شكون دار فيها هكا؟ هدري. قلت لي حياة انت اش دخلك؟ شكون انت؟ خرج ولا نعيط لك البوليس. وقل لها باسل حيدي من قدامي يلا تحركي. وهز روعه واتجه للسبيطار. دخل كيغوت وعير خداه من عنده ودخلو، اما هو شنق على الطبيب والله ودوق عليها شي حاجه حتى نحرق موها السبيطار كامل، فهمتي؟ الطبيب غير تهدن احنا غنديرو خدمتنا وتسلم منه. ودخل خلاه وراه شاعله فيه العافيه وباغي غير يشد هذا اللي دار فيها هاد الحاله ما رحموش. خرج الطبيب مشى عنده اطمئنوا على الحاله ديالها وسمح لي يدخل عندها. باسل قال لي السلام روعة كيف بقيتي؟ روعة قالت لي ناري على تيتيز الصاد. قال لي باسل شنو؟ روعة قالت لي الكبيدة عطيني النمرة نسول فيك مرة ولا نديرو فيها اود المرة. باسل قال لي واش انتي صافا؟ روعة اي بغيت ماما بغيت ماما. باسل قال لي يا صبر ايوب واش انتي مازال صغيرة؟ يدول لي روعة بغيت لا كلاص. باسل قال لي دابا واخا انا نوصيهم يجيبوه ليك. تقول ليه روعه بغيت ناكلو برا داك فمو طبيب عمو الطبيب طبيعي عيرني قبيله. ويقول ليها روعه واش انت بخير حالتك ما عجبتنيش. يتبقى ساكته. باسل قال لي وجاوبيني. طلعت ليه اكبر في باسل قال لي اش هاد الضحك باسل واش انت بعقلك؟ دخل عندهم الطبيب سي باسل كيف قالت المدام؟ باسل قال لي ولكن رانت اللي طبيب وخاصك تقول لي كيف بقات كيفاش مدام. طبيب قال لي هي اللي قالت لي راه راجلي. باسل قال لي واش دخلتو في هذا الشيء؟ طبيب البنت راه حمقى واش ما لاحظتيش تصرفاتها؟ الا هي احترم راسك. قال لي ولكن راه الواقع هذا. قال لي شنو؟ عيني غرغرو مسحهم بكف يديه نسى رجولته كبرياءه في هاد اللحظة، نسى حتى الطبيب اللي واقف كيتفرج فيه. كيفاش بنت بحالها تكون حمقى؟ علاش هي وماشي غيرها؟ لا هي ما غتبقاش هكا، هي غتشاف وتعيش حياتها كيف الناس. هادشي اللي كان شاغل تفكيره حنحن الطبيب عاد فاق من سهوته والاحمر مرضاش قدامه. اول مرة يطيح في هاد الموقف ماشي قلبه قاسح وما كيبقاش فيه الناس وحتى لبقوا فيه، لكن ماشي لدرجة يبكي عليهم. ما السبب اللي خلاه يضعف هكا؟ باسل قال لي انا غنخرجها دابا تهلا.
قال لي الطبيب ولكن راه خاصة ترتاح. قال لي انا قاد بشغلي وعارف اش كندير. مشى هزها وخرجها ركبها في اللوطو واتجه للدار. دخل حاملها قدام كل شي اللي كيتسائلو شكون هي. اما روعة داخلة وكتلعب ليه بلحيتي وكتبوس فيه، ما قدراش تبعد منه حتى وقفات سيدات القوم. اجي انتي ما تهديش؟ روعة قالت لي انا لا، اعطيني غير شي بيسه من فمك وبلا خبار امك. باسل قال ليها شي كويه من كغك بلا خبارك. قالت لي حامض اجي فين هو لاغلاس اللي قلت ليا؟ قالت ليها غتجيب ليا دابا. وبدات كدمع ليا في عويناتو، كانت كتبان بريئه وفي نفس الوقت جذابه. قال لها باسل غير نخرج نجيبو ليك دابا. غطلع لارتاحي واخا. اكتفت بتحريك راسها فوق ولتحت بمعنى موافقه. ضحكات ونطق شطورة. طلع لبيتو وحطها وغطاها وهبط لقى كل شي جالس كيتسنى فيه. حسنة باسل شكون ديك البنت ولدي؟ قال لها واش معرفتيهاش؟ قال لها ليت على حسنة كتعرفها. باسل قال لها هذيك راكم كاملين كتعرفوها، هذيك راه روعة. أينور شنو روعة؟ حسنة ولكن ديك البنت مشات وما قالش لي حتى بالسلامة، ودابا جايبها لعندي ان يا ام الفوق كتباوسو قدامنا. اشهد قله الحي اللي فيها. ليت ولكن راه حسنا عندها الصح. اشنو هاد الشيء يا باسل؟ وعلاش هي ما بقاش كتجي تقرا؟ باسل بركه شحال فيكم ديال الاسئله، انت بعدا كتمشي تقري بعدا تجي تقرا؟ هي ياك النهار كامل وانت مخشي حدا البنت تقول نافس. اي نور ها والله ما كذبتي، عندك الصح في هذه، انا معاك. باسل مهم سمعوني، روعة تصابت بالجنون وخاصنا نعاونوها. أينور أشنو؟ حسنة مسكينة ليت ولكن أش وقع عليها؟ باسل حتى أنا بغي نعرف أش وقع عليها، ولكن أنا غناخد ليها حقها من اللي داروا فيها هكا. شاف في حسنة واش مازال لاكلاص في الثلاجة؟ قالت لي أينور ولكن أنت ما كتحملوش أخويا. باسل قال لي راه بغات روعة. قال لي ليت روعة. حسنا شداتو من وزنو، كنقول لك ما تبقاش تطير هكا، دير عقلك. ليت صافي صافي غطلقي. حسنا قال لي اخر مره شافت في باسل لقاتو كيخنزر كيف عادتو. انا غنجيب ليك اللي بغيتي خنزر فيها. وطلع لعندها لقاها باركه في الارض وكتبكي، خاف عليها ومشى كيجري لعندها. باسل مالكي؟ جمعات البكية حتى جمعاتها وطلقاتها في وجهه كتغوت روعة. ماما ماما اجي شفار دخل الدار بغي يضربني. طلق منها كيشوف فيها وهي عاد ما زايدة في البكاء. باسل اشهد الخرا ثاني. جلس حداها اتسكتينا سكتي. سكتات كتشوف فيهم مازال مدلية شفايفها. روعة انت خايب بزاف، داك صحيب ماما قبيح، غنقول ليه يضربك بحالي. يلا باسل واش هو اللي كان كضربك؟ روعة فمك فمك. باسل طلع فيها عينيه مخنزر وانطق اش كاين؟ قالت لي زوين وتلاحت على شفايفه. باسل قال لها بعد ليه واش زملتي؟ روعة قالت لي خليني خليني. بانت لي حسنة داخله وهز بلاطو في يدها، طارت خداتو ليها وبدات كتاكل. لا بغيت نقول كتفتارس قولي غير تباصل ماكلاتهمش. حسنة شافتها هكاك مشات عند حفيدتها ما ترتكبش جريمة. أما باسل أمشى جمع ليها شعرها وغسل ليها وجهها وهبطها يتغداو وكيتعاملوا معاها بحال شي أميرة. هو اللي مو وما كيتعاملش معاها زوين. باسل كولي بشوية ماكي، شكون كيجري عليك؟ روعة قالت ليه هادشي زوين. باسل قال لها أمر الله أشهد الحالة. أوف سمعوا شي حد في العاب في الباب، ما توقعوش شكون غيجي. كانت صدمة سيربرايز. باسل قمر هادي انتي؟ روعة قال لا هي مستقبلا. قمر اه هادي انا حياتي. وشكون هاد البنت؟ انا بنت وحبيبة وانتي شكون؟ شفت باسل اللي وجهه الاحمر بالعصاب، انت شكون هاد الفم بسطام؟ باسل روعة سكتي شوية. حسنة مرحبا بك بنتي دخلي، ما تديش عليها راها مسطية. باسل حسنة حسنة مالي كذبت؟ شوف البنت كيفاش كتهضر وما تحترم حتى حد. بس قال لي انا خارج دابا ما نبغيش نسمع هاد الهضره مره اخرى، ولاك عارفه اشنو نقدر ندير. قمر قالت لي انا يلا جيت وانت غادي حشومه عليك، علاش كتصرف معايا هكا؟ باسل ح
حسنا تلاي في ضيافك وقولي ليهم يفوتوا طريقي، ولا ما يطلعوا لي البعرة. ومشيت عند روعة شدها من دراعها وطلعها البيت، لبسها حوايجها وما نساش ليها الحجاب. وهي كيف بنية صغيرة غير كتلعب وكترطى، واتجهوا المستشفى. نخليهم ونمشيو لبلاصة أخرى، بلاصة فيها الصداع والغوات وكل شي في الأرض مهرس. عصام اش خليتيه هذيك طحبة؟ هدري عافاك سمح ليا، ولكن كنت خايفة. قال ليها كنتي تعيط للبوليس ولا عجبك الحال؟ ياك العاهرة 30 مليون اللي مشات، العاهرة 30 اليوم اللي مشات، بغيتيها تجي هنايا وتبقاي تعطيها هذاك الدواء؟ حياة قالت ليها صافي بركة بركة بعد مني، بعد انا ما درت لي والو، كله بسببك اصلا. شوف انت اش درتي معاه، محتاجك يقلب عليك ولقاو اصلا هي راه تسطات، محتاج تبقى تعطيها الدواء. هو يقول لها عصام كيصحاب لك عاطين ليها 10 سنين، راه يلاه بدات كتاخذو ويضرب لنا كل شي في الزيرو. ويتقول لي حياة صافي بركة راني عيد، سير عند هذاك تعمل وجيبها من عنده، انا مالي في هالشي، انت اللي راجل بينك وبينه ولا خايف منه؟ عصام دار واحد الابتسامة في الجم، وانت انتي اللي جبتيني دابا. قالت لي حياة لا عصام لا عصام ما قطرش، عافاك ما ديرهاش. ما حساتش حتى جاتها الصفحة الوجه، هزها فوق سافو واتجه للسرير، وهي كتركل وتغوت وكتضرب على كتفو لاحة فوق السرير وجه فوق منها مرة أخرى. ولكن هاد مرة عينيك ينفتو النار، حوطها بيديه حصرها مزيان وزير عليها ما خلاش ليها فين تحرك. نزل العنقها بالمصان وعضان بطريقة وحشية، وغادي نازل صدرها حتى كان حاكمها مزيان، غوتات دفعات وقمشات ووالو، قوتها كاملة ما كانش كتبان قدام شهوتو ليها. عينيه ولو دابلين في جسمها وتاصبها للمرة الثالثة. جاتكم غريبة ياه؟ فهي والدة وتغتاصبها، ترى المرأة كل ما تعرضت للعنف الجسدي او نفسي او كتمارس عليها دون موافقه ديالها كتسمى اغتصاب. مهم نمشي عند البطله ديالنا باسيل، هداي وانتي كترطاي. او عقلت لي لا لا كنبغيك انايا، علاش انت زوين وتلاحت عليك تعنق فيه لدرجه حبسات عليه الرؤيه وما بقاش متحكم في السياره؟ شد الفلاميل بقوه حتى تسمع صوتهم في مكان كانوا غالوشك انهم يديروا حادثة السير، ودخلوا في الشجرة اللي كانت في جنب الطريق لولا لطف الله. باسيل واش العاهرة لامك؟ ما تهديش انت غتقتلينا، ولكن سر دين امي انا اللي باغي نديك عن الطبيب. ولا الاخرى خذي تقاولي دابا نزلي. روعة شافت فيه بعينيها باكية وقالت ليه كنا غنديروا حادثة، احنا كنا غنموتوا غنموتوا. لا 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 ما تخافيش، موقع والو موقع والو، حنا بخير. روعة قالت لي واش حنا كنا غنموتو؟ كنا غنموتو. بس قال لي صافي موقع والو، شوفي حنا راه بخير. ودورها لعندو، ولكن رغم ذلك هي باقا كتردد في نفس الجملة ونطقت وعلاش غوتي عليا انا ما درت والو. قال لها باسي صافي سمح ليا صافي عافا. روعة قالت لي واش غتبقى تغوت ليا هكا؟ قال لها لا انا ما غندير لك والو غير سكتي. بصح ايوا خليني نمرق قدامك، بغيت نسوق معاك عافاك. قال لها امر الله اجي يلا، ولكن ما تبقايش ترطاي. وقالت لي صافي واخا. وكسيره موقف حتى لقدام مستشفى، كان واخد موعد قبل شدها من يدها ودخل. طبيب السلام سي الازهري مرحبا بك، عندنا لنا الشرف. قال لي باسل بلا ديك الهضره الزايده ريح الارض، عاد ولا فيك الصواب. قال لي الطبيب ورا انت صاحبي اللي ما فيكش الصواب، اش باغي ليش جاي عندي؟ كنت شاك فيك مسطي. قال لي باسل راسك ما عنديش ليك الوقت دابا، خلينا ما نضحك خاوي. هو يقول لي في راس صافي ندوزو لما هو جدي ونهتي تيزالي معاك. باسل قال لي بربي حتى نحرك ونشوف فيك شي شوفه وتشوف فيها شي شوفه ماشي حتى لهي. قال لي كتبغيها؟ واخيرا الوحش ولا كيبغي. روعة كانت غير كتدور في عينيها حتى سمعات الوحش، وهي بدات تنقز وتغوت. باسل دار عندها مخلوع يسحب ليه غير الشافت. روعة واش جاش فينا الوحش؟ واش جا واش جا الوحش غياكلني؟ باسل قال لي اجي اجي عندي، رعتيني وعنقها ما تخافيش انا معاك.
قال لها فراس دابا عرفت علاش جيتي. باسيل قال فراس بغيتك دير كل ما في جهدك، بغيتك ترجعها كيف ما كانت الله يخليك. فراس قال لي ايوا سي باسيل بقدو قامتو كيطلب طبيب بحالي. باسيل قال لي والله حتى نمجغك دير امك هنايا. فراس قال لي صافي صافي تهدنا صاحبي برك بعدا وفسر لي حالتها. باسيل قال لي قبل بشهر كانت بخير ومن تما ما شفتها حتى لهاد الايام، تلاقيتها هكا ما عرفش اش وقع عليها ولا شنو اللي وصلها لهاد الحاله. فراس قال لي القضيه حامضه صاحبي، انا غنشوف كيفاش تقدر تكون تعرضت شي حادثه. باسيل قال لي هادي خدمتك انت، الا ما رجعتش كيف ما كانت هي انت اللي غتولي بحالها، فهمتي؟ فراس قال لي صافي صافي واخا انا نشوفها اشنو سميتها بعدا. باسيل قال لي روعه. فراس قال لي روعه اجي معايا شويه عافاه. روعه قالت لي بغيت مصاصه. فراس قال لها واخا اجي انا نشريها ليك. روعه بصح غشريها لي انت احسن من عمو باسيل، هو خيب خلاته غير مصدوم مسكين، وهي نهار كله هي تشلقم فيه ودابا قلبات الفيستا. فراس اه عمو خيب بزاف، اجي خداها معاه لواحد الغرفه خلاه وراهم العافيه شاعله في المكتب. ورا باسيل اللي شاعله فيه ديك الساعه. بعد ساعات عاد جاو لعندو. فراس تعطلنا عليك يا صاحبي؟ باسيل قال لي لا ما تعطلتوش، كون غير رجعتو للدار رجعتو تحضر سوليدات عجل. فراس قال لي احا عليك الوحش كتغير. باسيل قال لي طلقني الاخرى هضر اش كاين. فراس قال لي سمعني مزيان، هادشي راه خطير وخاص الشرطه تدخل فيه. البنت كانت كتاخذ مهلوسات تسبوا ليها في هذا المرض، والطريقه باش كانت كتاخذهم ماشي بالموافقه ديالها. باسيل قال لي يعني كان شي حد اللي كيعطيها هادشي ياك؟ قال لي فراس يعني تماما، ولكن ما تخافش علاجها بسيط، خاصه غير تبقى تحت المراقبه شي ايام وغتولي بخير وتقدر تروح احسن مكان. باسيل قال لي وشحال كطلب ديال الوقت؟ فراس قال لي على حسب القوه ديال الجسم ديالها، ولكن ما تخافش ان شاء الله تولي بخير. باسيل قال لي كنتمنى، ولكن فين هي دابا؟ فراس قال لي خليتها في غرفه مع الممرضات، اصلا بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع ديال بابا. باسيل قال لي اه نسيت ما قلتش ليك، روعه لقيتها في الدار ديالو. فراس قال لي شنو؟ ولكن شنو كانت كدير تما؟ باسيل قال لي هادشي اللي كنحاول نفهم وهادشي اللي وقع ليها عنده علاقه بيه انا متاكد، حيت اخر مره شفتها كنت غنقتلو ولكن هي اللي عتقاته. فراس قال لي مشكله هادي، ولكن انا عمرني شفتها في حياتي. باسيل قال لي هادشي اللي كنحاول نفهم، المهم يلا نمشيو عندها دابا. روعه شكون انت؟ باسيل قال لي كيفاش شكون انا؟ راه فراس اشنو درتي ليها؟ فراس قال لي ما تخافش راه عادي البحر. باسيل قال لي احنا غنشوفو هاد عادي ديالك. مشى باسيل على وراسها ونطق انا غنمشي ونخليك دابا ما ديريش البساله، روعه ما تخلينيش بوحدي عافاك. فراس قال لي انا غنبقى معاك وغنجيب لك المصاصه اللي بغيتي. روعه بصح في الوقت اللي كانوا كيهضروا سل باسيل منهم، لما تشوفو كان خارج وبالو كله معها خايف عليها، في نفس الوقت باغي يعرف شكون اللي وصلها لهاد الحاله.